رجعنا لكم في كلام دكاترة. من أعظم وأهم الاكتشافات والابتكارات الطبية التي تهب الحياة بإذن الله هو نقل الدم. ولتاريخ نقل الدم قصص جميلة جدا وغريبة. في السابق كان هناك اعتقاد أن شرب الدم، يعني من زمان البشر القدماء استوعبوا أن للدم قدرات سحرية، فكان اللي يتجه إلى المعارك مثلا في بعض الثقافات يشرب من دم الأسد، وكأن دم الأسد راح يعطيه شخصية الأسد في هذه المعركة. ولمدة طويلة كان نقل الدم عن طريق الشرب، لأن العلماء القدماء تصوروا أن الكبد هو العضو اللي يطبخ الأكل اللي أنت تاكله ويحول هذا الأكل إلى دماء. فبالتالي ومنطقيا بالنسبة لمنطقهم السابق أن إذا شربت الدم الكبد مرة واحدة راح يحوله إلى دم مباشرة. ليمنية ابن النفيس العالم العربي اللي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأن الجهاز الهضمي ما يحول مباشرة وبطريقة مباشرة الأكل إلى دماء، ولكن بطريقة معقدة، وأن الدماء تنتقل عبر الشرايين والأوردة. بعد اكتشاف ابن النفيس واكتشاف ويليام هارفي للدورة الدموية الكبرى، هني تتالت الاكتشافات والابتكارات في مسألة نقل الدم. أول محاولة كانت في القرن السادس عشر تقريبا، محاولة ناجحة لطبيب فرنسي، وكانت نقل دم من خروف إلى إنسان، وهذا الإنسان كان يعاني في صحة النفسية. أنت للحين تسمع يقول لك والله واحد دم حار ولا دم بارد، وكأن الدم هو اللي يفرض الشخصية، وهذا بالفعل كان الاعتقاد القرون السابقة أن الدم هو اللي يفرض شخصية الإنسان. فبالتالي ولأن هذا الشخص في فرنسا في القرن السادس عشر كان مصاب ومختل في صحته النفسية، قام الطبيب بإدمائه، ومن ثم بعد إدمائه جاب الخروف ووصل الخروف فيه وأعطى نقل دم الخروف، وكانت محاولة ناجحة. في المرة الثانية كانت محاولة فاشلة، لأنه صار عنده يعني مضاعفات شديدة بسبب نقل الدم. زوجة المريض هذا رفعت قضية على الدكتور، والمحاكم الفرنسية من يومها منعت نقل الدم، ومنعت أوروبا نقل الدماء، ولم تتم أول محاولة للنقل. يعني أنت متخيل عشان الخروف ينقل لك الدم أنت لازم تمسك الخروف معك وتوصل الواير، لازم ما يتحرك الخروف، لأن الواير أو التيوب اللي كان ينقل الدم أي تحرك للخروف راح يؤدي إلى مشكلة كبيرة طبعا. فأول محاولة كانت في لنقل الدم بين البشر والبشر كانت في القرن التاسع عشر لبلاندل، وكانت نقلة للدم لزوجته اللي كانت تنزف أثناء الولادة. في السابق من أهم مسببات الوفاة للنساء هو النزيف الشديد أثناء الولادة، فبالفعل كان هناك حاجة لإيجاد وسيلة ما لإنقاذ النساء أثناء الولادة، فقام بذلك. وكذلك مؤسس علم الجراحة في القرن العشرين ويليام هالستيد قام بذلك أيضا لأخته اللي كانت تنزف نزيف شديد أثناء الولادة، وصل دمه إلى بالتيوب إلى دمها وقام بنقل الدم لها. طبعا هذه المحاولات مرات كانت تنجح نجاح مبهر، ولكن في مرات كانت تؤدي إلى الوفاة. ليش؟ لأن ما كانوا مستوعبين وجود مجموعات مختلفة للدم، مو كل واحد الدم ماله نفس الدم ثاني، في عندنا فصيلة A B وفصيلة O. هذا الشيء اكتشف العالم النمساوي لاندشتاينر في بداية القرن العشرين، ومن ثم بعد 30 سنة من اكتشافه للجروبات هذه أو المجموعات الدم اكتشف العامل السالب والعامل الموجب في عام 1937 وحاز على جائزة نوبل لذلك. بس أيضا في تلك الأثناء ما كان صعب تنقل دم، يعني شلون لازم توصل الإنسان البشر اللي بيعطيك الدم لازم تخليه يمك وتنقلون دم لبعض. ليمن اكتشفوا مادة اسمها الصوديوم سيتريت، واكتشفوا التبريد والأمور الأخرى اللي خلت تصير عندنا بنوك دم. وأيضا في الحروب العالمية وخصوصا في الحرب الأهلية الإسبانية تم إنشاء وحدات دم متنقلة لمنح الدماء للجرحى بقيادة الجراح الكندي الشهير نورمان بيتون، وانتشر نقل الدم. نقل الدم هو أساس والعمود الفقري لتطور الجراحة، لولا نقل الدم لما استطعنا إجراء أغلب العمليات الجراحية. العمليات الجراحية البسيطة
أو العمليات الجراحية نفس زراعة الكبد، زراعة الكلى، عمليات القلب، هذه لا يمكن أن تتم بدون نقل الدم. فأسس نقل الدم وعلم نقل الدم إلى تطور هائل في الطب كله. وفي عام 2006 كان أكثر عام يتم فيه نقل الدماء في العالم، تقريبا 500 مليون وحدة دم تم نقلها في الولايات المتحدة. والحين هناك يعني قمنا ننقل أقل من قبل، قبل كنا وايد نعطي الدماء أثناء العمليات، الحين تغير التكنيك وأصبحنا نعطي دماء أقل، ولكن هناك حاجة شديدة للدماء. فالتبرع بالدم مهم جدا، وقصة الدم مهمة جدا عشان نستوعب العظمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. هذه الحلقة الموضوع راح يكون عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع نقل الدم والتبرع بالدم. في عيادة ضمان اليوم بنقابل الرئيس التنفيذي بالوكالة دكتور محمد القناعي. دكتور محمد، نرحب فيك اليوم في عيادة ضمان. حياك الله. ما شاء الله دكتور، قاعد أشوف موظفين ضمان اليوم موجودين هنا في بنك الدم، فقول لنا عن دور ضمان في اليوم العالمي للتبرع في الدم. طبعا شركة مستشفيات الضمان منذ تأسيسها ولها مساهمات عديدة في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في المناسبات والأيام الصحية، وكذلك اليوم احنا متواجدين مع بنك الدم في هذه المناسبه، في مناسبه يوم التبرع بالدم العالمي. وكان هذا يعني لنا دور في تعزيز مفهوم التبرع بالدم بين الموظفين، لما له اهميه للمجتمع وكذلك اهميه يعني لها يعني نقول فائده شخصيه للمتبرع كذلك. شيء رائع دكتور. الحين عندنا طبعا اكيد راح يكون في تعاون بالمستقبل مع بنك الدم، فقول لنا شنو نوع هذا التعاون راح يكون؟ طبعا تعاوننا مع إدارة خدمات نقل الدم ان احنا نوفر ان شاء الله في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية مراكز لاستقبال المتبرعين في الدم، وهذا طبعا يساهم في تعزيز القدرة ومخزون الدم في دولة الكويت. زين دكتور، نبيك تقول لنا رسالة الحين للمشاهدين حق المترددين في التبرع بالدم، شنو تحب تقول لهم؟ طبعا التبرع بالدم له يعني خلينا نقول شقين، فائدتين، فائدة للمتبرع، فائدة صحية، وكذلك هذا طبعا بعد الأجر، كذلك لها فائدة أنك تنقذ، ممكن أنت تنقذ حياة أشخاص مو شخص واحد في الكيس الواحد، فممكن هذا الكيس يتم استخلاص منه أكثر من فائدة، لذلك الفائدة راح تعم كثير من الناس، فهذه أتوقع يعني مساهمة مجتمعية من الشخص نفسه. ما شاء الله دائما ضمان سباقة في هذا النوع من المبادرات، فيعطيكم ألف عافية دكتور. الله يعافيك، الله يسلمك، يا ما شاء الله. فقراتنا اليوم مميزة، وخاصة في فقرة عيادة ضمان مع زميلتي الدكتورة نور النيباري. شكر بالأول موصول لشركة مستشفيات ضمان الصحية لرعايتهم هذه الفقرة. شكراً. وتشرف أني أنا اليوم معك في العيادة. مشكور وايد دكتور نور على هذا الانترودكشن الحلو عن مستشفيات ضمان. اليوم صجر حديثنا يكون وايد ممتع ومعلومات مفيدة جدا عن الدم وعن التبرع بالدم. زين دكتور، في البداية أمراض الدم كثيرة، خلينا نتكلم أول شيء عن فقر الدم. نعم. أسبابه وأعراضه. شوف، فقر الدم هي مشكلة شائعة، تقريبا تخيل 12% من سكان العالم يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد، وهذا الشيء يعني موجود حول العالم خاصة عند النساء والأطفال واللي عندهم مشاكل صحية. إنزين، بالنسبة حق أمراض الدم وخاصة الأنيميا أو فقر الدم، لازم يكون في تشخيص صحيح، فمو كل فقر دم نفس الثاني، في أنواع مختلفة. فشون إحنا نعرف إن هذا نقص دم أو فقر دم بسبب نقص الحديد؟ لازم هني أول شيء ناخذ التاريخ الطبي للمريض، لازم نتأكد هل في مني مثلا فقدان للدم
عن طريق مثلا الدورة الشهرية أو أسباب أخرى، أو أن في سبب لا علاقة في الامتصاص، هل في سوء امتصاص؟ هل المريض يعاني من مشاكل لها علاقة في مثلا السيلياك اللي هي لها علاقة بتحسس القمح، ولا مثلا عنده التهاب بالمعدة مزمن، ولا مسوي تكميم؟ فمعناته في وايد أسباب كثيرة ممكن تسبب فقر الدم بسبب نقص الحديد، وهني يكون دورنا كأطباء عائلة خاصة في ضمان هني لازم ناخذ التاريخ الطبي الصحيح وبعدين نسوي الفحص الطبي. صحيح. زين دكتورة، الأنيميا الحادة شلون يعني انتم شنو تسوون في عيادتكم او عيادة خاصة طب العائلة في عيادة ضمان؟ شنو التحاليل اللي يعني الواحد تنصحون انه يسويها عشان اعرف انه في أنيميا حادة ولا لا؟ قبل التحاليل والفحوصات مثل ما قلنا لازم يكون في أسئلة خاصة للمريض نوجهها عشان نعرف مثلا نوعية المشكلة اللي عنده. فمو شرط تكون فقر في الدم، ممكن يكون في أمراض ثانية مشابهة للأعراض هذه، ولازم ان احنا نتاكد منها بالتاريخ الطبي للمريض. فمثلا اللي عندهم فقر دم بسبب الانيميا، تدري انهم ياكلون اشياء غريبه شنو؟ مثل الثلج، ياكلون ثلج، ساعات ياكلون رمل، لان هذا جسمهم كذي يقول لهم انه هو محتاج ماده غذائيه معينه، فتشوفهم ياكلون اشياء غريبه. غير كذي ممكن يحوشهم، تعرف اللي يهزون ريلهم وايد، يعني في ناس عندهم رجفة في عندهم رجفة بالريل. فالناس اللي عندهم فقر الدم بسبب نقص الحديد ممكن يصير عندهم هذا الشيء، احنا نسميه بالانجليزي restless leg syndrome، اللي هو هز الرجل بطريقة سريعة ومستمرة، ممكن تكون خلال اليوم يعني أكثر من مرة تشوف الشخص هذا بس قاعد يهز. فمعناته إن هني لازم نشوف شنو السبب هذه المشكلة اللي عنده. فأول شيء بالتاريخ الطبي، بعدين نشوف العلامات على الجسم، في مثلا عنده مشكله في العين ان يكون بشرته شاحبه اي وتعبان، شكله تعبان مرهق، تشوف ان العين شويه غايصه ما فيها هاللمعه او البريق، العين انها تكون داشه لداخل تقريبا فممكن يكون حتى اللسان اذا كانت انيميا وايد حاده ممكن يكون في تغيرات في اللسان، يكون ملمس اللسان مختلف. فيعني في وايد علامات، وأحدها حتى الأظافر، فتشوفون اللي فيه أنيميا في تغير في شكل الأظافر، الحين يوريكم الصورة فتشوفون إنه صاير كأنها قفشة شكل الظفر نفسه. ففي وايد علامات، عقب ما إحنا نسوي الفحص الطبي للمريض وتناخذ التاريخ الصحيح حزتها نقرر شنو نوع التحاليل اللي نسويها له. فمو كل مريض نفس الثاني، فممكن هذه التحاليل تنفع لك، التحاليل هذه ما تنفع حق غيرك. صح. هني في ضمان احنا كأطباء عائلة نقرر شنو هي التحاليل المناسبة لهذا الشخص، وأحدها نعطي اقتراحات. فخلينا نقول ان الشخص هذا عنده مشاكل في المعدة، ومع التاريخ بين انه عنده احساس بانه في انتفاخ في المعدة، عنده غازات في المعدة يحس فيها، او خروج دم على يعني البراز او الخروج المني، هذا ممكن يكون بسبب الامعاء اذا كان في دم. الدم اللي ينزل بسبب التهاب المعدة أو بسبب التقرحات يكون لون البراز لونه أسود غامج، لكن اللي يكون فيه دم واضح بالبراز هذا ما له علاقة في يعني مشاكل المعدة. فنشوف إن الشخص هذا يعاني من الكثير من الأعراض اللي لها علاقة في المعدة، فهني نقول حق الشخص أوكي خلينا نشوف هل فيك جرثومة في المعدة؟ هل تحتاج منظار ولا ما تحتاج؟ هل ممكن ان احنا نجرب لك نعطيك دواء للمعده زائد مثلا حبوب الحديد ونشوف شلون استجابه جسمك حق هذا الشيء؟ فهني كل شخص يختلف عن الثاني، كل شخص له تشخيصه الخاص. اكيد اكيد. زين، واذا جينا من صوب التبرع بالدم. نعم. او الحجامه، هل كل الحالات تحتاج انها تتبرع للدم؟ وشنو الحالات اللي ممنوع عليها التبرع او اللي فيه اصابه كورونا؟ خلينا نبلش في سالفة الحجامة والتبرع بالدم. في دكتور الله يذكره بالخير الصراحة قال هذه الجملة وللحين أنا أفكر فيها. فهو قال دكتورة نور، يعني شنو الأحسن؟ إن أنت تسوين حجامة وتفيدين نفسك، ولا إنك تتبرعين في الدم وتفيدين نفسك وتفيدين غيرك؟ رسالة حلوة هذه. صح؟ صح. يعني حتى أنا قعدت أفكر فيها، فعلاً الحجامة هي سنة نبوية وشيء ممكن يريح الكثير من الناس خاصة المدخنين. صح. اللي يعانون من الصداع بسبب زيادة أو كثافة الدم، اللي زيادة كريات الدم الحمراء عندهم، فهم وايد هني يستفيدون من الحجامة وغيرها. لكن ليش أنا أفيد نفسي بس؟
بإمكانك أن أنت تفيد غيرك عن طريق التبرع بالدم. وأقول لك معلومة، كل شخص يتبرع في الدم ممكن ينقذ حياة 3 أشخاص. يعني أروح أتبرع بالدم أنقذ حياة 3 أشخاص ولا أني أريح من الصداع؟ لا هو يريحك بعد، وهو يريح معه، في فوائد كثيرة، خاصة أنه هو يجدد الدم اللي في الجسم كله، يشجع النخاع اللي في الجسم أنه هو ينتج خلايا جديدة حيوية أكثر ومفيدة أكثر للجسم. كل الشكر لك يا دكتورة على المعلومات الطيبة واللي وصلتيها بسلاسة، وشكرا لشركة مستشفيات الضمان الصحي. طبعا إذا تبون تعرفون معلومات أكثر عن التبرع بالدم، شوفوا هذا الباركود الخاص في شركة الضمان عشان تعرفون أكثر عن شنو أهمية التبرع بالدم. وغير كذي أبيكم تشوفون معنا هذا التقرير. معنا اليوم دكتورة حنان العوضي، استشاري أمراض الدم والمدير الطبي لبنك الدم. حياك الله عندنا دكتورة. يا هلا ومرحبا، هلا فيكم. دكتورة، طبعا احنا الحين في اليوم العالمي للتبرع في الدم، وهذا اليوم مهم للغاية، واحنا حابين نشجع المشاهدين على التبرع بالدم. فأنا أبيك تقولي لي شنو الفوائد مالت التبرع؟ طبعا التبرع بالدم له فوائد عديدة. أولها يحدث خلال ساعات من عملية التبرع، بمجرد ما يبتدي المتبرع بإعطاء كيس الدم يبتدي نخاع العظم في إنتاج خلايا جديدة لتعويض ما تم فقده. طبعا هذا التجديد يعطي نوع من الشعور بالحيوية والنشاط، يبتدي خلال ساعات بعد عملية التبرع. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الدراسات اللي أثبتت أن عملية التبرع بالدم المنتظمة بإمكانها أنها تقلل من انسداد الشرايين وأمراض القلب. أنا سمعت معلومة أن كل شخص يتبرع في الدم يساعد 3 أشخاص أو ينقذ حياة 3 أشخاص. صحيح، على الأقل، لأن إحنا عندنا لما نأخذ كيس الدم من المتبرع نفصله إلى مكوناته، فنقدر نستخلص منه كريات دم الحمراء بتروح لشخص، نقدر نفصل الصفائح الدموية تروح لشخص ثاني، البلازما، وساعات هم نطلع منه منتج آخر يسمونه كرايو بريسيبيتيت. فعشان كذي إحنا نقول على الأقل 3 أشخاص يستفيدون. معلومات وايد جميلة دكتورة. الحين إحنا عندنا في ناس وايد متشجعين أنهم ما يتبرعون بالدم، لكن ما يعرفون كلش كثر يتبرعون. بإمكان الشخص أنه يتبرع كل شهرين، أقل مدة يسمح فيها بين تبرع وآخر هي شهرين، طبعاً حفاظاً على صحة المتبرع علشان يتمكن الجسم من تعويض اللي خسره أثناء التبرع. فعندنا السيستم حتى لو واحد يعني يحب النقية قبل السيستم يحسب له كل شهرين يقدر يتبرع. في وايد ناس يقدرون يتبرعون، بس من اللي ما يقدر يتبرع في الدم؟ طبعاً احنا عندنا قاعدة عامة في التبرع بالدم، عملية التبرع بالدم لازم تكون آمنة للطرفين، للمتبرع وللشخص اللي راح يستقبل كيس الدم اللي هو المريض. فهناك شروط بسيطة للتبرع، أهم شيء العمر، يعني اللي أقل من 17 سنة أو أكثر من 65 سنة ما يقدر يتبرع. لكن أنا أنصح إذا شخص عنده مثلا مرض ومو متأكد إذا يقدر يتبرع ولا لا، بإمكانه أنه يراجع الطبيب الموجود في بنك الدم المركزي أو بالفروع، أو إذا مثلا يحب يتواصل معنا من خلال حساباتنا في السوشيال ميديا ويسألنا عن الحالة المرضية، والطاقم الطبي إن شاء الله قادر على الإجابة على أسئلتهم. إن شاء الله إن شاء الله. شوفي، يعني في فترة الكورونا أو الكوفيد 19 يعني وايد أتوقع تأثرت الأعداد اللي تتبرع في الدم عندكم، فقولي لي شنو دوركم في فترة الكورونا؟ طبعا أزمة كورونا أثرت بشكل سلبي على جميع المجالات، ولا سيما بنوك الدم وإحنا من ضمنهم. أنت ما بين أن أنت بحاجة إلى أكبر عدد من المتبرعين لسد احتياج المستشفيات من أكياس الدم، وما بين أن أنت ما تبين تجمعين عدد كبير داخل المنشأة وتكونين سبب في لا قدر الله نشر العدوى. أنت محتاجة للمتبرعين أنهم يجون، وفي نفس الوقت عندنا حظر جزئي وكلي يمنعهم أصلا من الوصول
لك. الحين احنا عندنا سؤال وايد مهم، اتوقع الكثير من المشاهدين يكون في بالهم هذا السؤال. خلينا نقول ان في واحد حاشا فيروس الكورونا، انزين، متى يقدر يتبرع في الدم؟ هو يقدر يتبرع بالدم بس بشرط مرور 14 يوم على تعافي من الأعراض. يعني إذا كان الواحد يعاني مثلا من كحة بأيا كانت الأعراض، أي نوع من الأعراض يجب أن يمر على اختفائها 14 يوم علشان يقدر يتبرع بالدم. الآن نفرض أنه تم تشخيصه من خلال مسحة إيجابية فقط وما عنده أعراض، فإحنا نقول له انتظر مرور 14 يوم على تاريخ المسحة الإيجابية وبالتالي يقدر يتبرع بالدم. دكتورة مشكورة وايد على هذه المعلومات. أيوة. ونبيك تعرفين أن شركة ضمان هي داعمة لكم إن شاء الله، فحتى في الحملات التوعوية القادمة حق بنك الدم. حياكم الله. الله يحييك. هل ممكن الإنسان يكون سبب في إضعاف جهازه المناعي بالتالي يكون معرض أكثر للأمراض؟ سمعته بالفقرة اللي فاتت بأن هناك أسباب خارجية لأمراض الدم، واكتشفت دراسات بأن هناك أسباب أخرى غير الأسباب الوراثية والخارجية لأمراض الدم من خلال إضعاف جهاز المناعة. وهذه الدراسات تم عملها من قبل جامعة بنسلفانيا الأمريكية ومراكز أبحاث أخرى بسبب وأثر المشاعر السلبية اللي يعيشها الإنسان على إضعاف جهاز المناعة، بالتالي يكون الإنسان معرض أكثر بالإصابة بأمراض الدم. طبعا قامت هذه الدراسة في جامعة بنسلفانيا على مجموعة من الأشخاص لمدة أسبوعين، اتفقوا معاهم بأنهم إذا كانوا في حال مزاج سلبي يتم يعني توثيق هذه المشاعر اللي هم كانوا عايشين فيها، بالتالي يأخذون عينات من دمهم ويتم فحصها ويكتشفون من خلال فحص الدم بنشاط الكريات الدم البيضاء الخاصة بزيادة وتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان أو ضعف جهاز المناعة من خلال تأثير كريات الدم البيضاء ونشاطها. فاكتشفت الدراسة بأن الأشخاص اللي عملوا عليهم هذه الدراسة كانوا في حال مزاج سلبي خلال اليوم لفترات طويلة بأنهم معرضين أكثر لإنتاج السوائل الكيميائية اللي تأثر بالتالي على أمراض مثل التهاب الدم، فيعطي زيادة في نسبة وفرصة الإصابة بهذه الأمراض على المدى البعيد. كما اكتشفت الدراسة بأن الأشخاص اللي سووا عليهم الدراسة كانوا في حالة مزاجية أكثر من المشاعر، الجهاز المناعي يكون عندهم أقوى ويتمتعون بلياقة صحية أفضل. من هذه المشاعر السلبية اللي تؤثر على الإنسان هي مشاعر الحزن، مشاعر القضب، مشاعر الضغط. كما أن هناك دراسة أخرى تقول بأن الإنسان إذا عاش مشاعر القضب لمدة 4 ساعات يقل عنده جهاز المناعة 50%. تخيلوا كل هذه الدراسات تتكلم عن الحالة المزاجية السلبية من خلال المشاعر اللي نعيشها طوال اليوم. الحين قد يأتي البعض ويسأل يقول يعني أنا هل بكيف يتحكم مشاعري وأني ما أعيش مثلا تحت حالة قضب أو ضغط أو حزن؟ طبعا خلونا نفهم قاعدة سلوكية جدا مهمة بأن المشاعر لدى الإنسان هي فطرية، يعني بالفطرة أنا أفقد إنسان عزيز أحزن، بالفطرة يصير لي موقف محبط أشعر بالقضب، ولكن الاستجابة لهذه المشاعر هو شيء مكتسب، يعني باختياري أنا أقعد بالحزن لمدة يوم سنة أو 10 سنوات وباختياري أني أقعد يعني عدد معين أقل من الفترة الطويلة هذه حسب برمجة الإنسان وحسب أيضا اختيار الإنسان. فنطبق هنا قاعدة افعل ولا تنفعل. أيضا عندنا قاعدة ثانية وعليها دراسات بأن حالة الاسترخاء تعزز اللمفاويات أو تعزز كريات الدم في جسم الإنسان في الدم، وهذه طبعا تزيد هنا عندنا قوة جهاز المناعة. حالة الاسترخاء ممكن الإنسان يكون في حالة يعني حالة مزاجية هو يخلقها كاسترخاء من ناحية الأفكار اللي تبناها، أو أيضا الصلاة. رب العالمين عطانا 5 مرات جلسات استرخاء في اليوم من خلال الصلاة الخاشعة للإنسان يكون فيها في حالة استرخاء
تام، بالتالي الإنسان هو من يختار أن يعيش في هذه المشاعر السلبية، مو أن يتعرض لها. الكل معرض للمشاعر السلبية، ولكن هل أنا أعيش فيها ولا أني أتخلص منها؟ هذا باختيارك بالكامل، وهذه رحمة من رب العالمين. إذن علشان تخلق نمط حياة صحي، مو بس محتاج أنك تأكل أكل صحي عشان تقوي جهاز مناعتك، أيضا محتاج أنك تفكر صح وتكون في حالة إيجابية سليمة. فبعض الظروف والأشخاص المحيطة فيك تؤدي إلى فقدانك لصحتك النفسية، وهذا الشيء أيضا باختيارك بالكامل. علشان تعيش نمط حياة صحي، أكل صح وفكر صح واختار الأصلح. الدم يحتوي على عناصر كثيرة نحتاجها حق تغذية الجسم، وبما أن إحنا نفقد كمية من الدم مع التبرع، مهم جداً أن إحنا نجهز أجسامنا بالتغذية ما قبل التبرع، وأيضاً نعوض الأشياء اللي فقدناها بعد التبرع. فاليوم راح نتكلم بالموضوع هذا أكثر مع وجد. نور، أنت شايفة أن التغذية مهمة بكل أمورنا. أكيد طبعا. وطبعا مثل ما قلتي، أن يعني أنا ودي مشاهدينا يعني يفكرون أن جسمهم كأنها كوب، كأنه كوب، وهذا الكوب متروس بالعناصر الغذائية، فلما تفضين منه شوية لازم تردين تعبينه. صح. فلما نتبرع بالدم إحنا قاعد نفقد دم، أو قاعدين نتبرع بهذا الدم، فنفقد العديد من العناصر الغذائية. يجب خلال الأيام ما بعد عملية التبرع إن إحنا نعوض هذا الدم المفقود أو العناصر الغذائية اللي نفقدها خلال عملية التبرع، وطبعا نحاول ناكل أغذية مفيدة قبل عملية التبرع. تمام، خلنا نتكلم عن الأغذية قبل لا نتبرع. نعم. شنو الأشياء اللي نركز عليها وليش؟ نور، في وايد ناس هم عملية التبرع بالدم عندهم دائما متعودين عليها، ويحطونها في جدول حياتهم يعني كمسؤولية اجتماعية. صح. فهذيل الأشخاص خاصة لازم أن ينتبهون على عنصر الحديد عندهم في الدم، فيجب دائما أن تكون وجباتهم الغذائية معتمدة على الأغذية الغنية بالحديد والفول أسيد وفيتامين بي 12. إنزين، والأغذية اللي حاطينها اليوم شو نقدر نستفيد طبعاً منها؟ طبعاً أول شيء لما نقول الأغذية الغنية بالحديد، في نوعين من الأغذية، في عناصر غذائية نباتية وحيوانية، وهذيل النوعين من العناصر الحيوانية الأغذية خاصة الحديد الهيمي اللي هو أسرع امتصاصاً في أجسامنا، وما تعوق الأمور اللي ممكن تعيق الفيتامين الغير الهيمي أو الحديد الغير الهيمي. عندنا اللحوم الحيوانية مثل عندك اللحم الأحمر، الدياي، السمك، الكبدة غنية جدا بعنصر الحديد الهيمي. هذه الأغذية لازم إحنا دائما ندخلها بوجباتنا الغذائية. ندخل العناصر الحديد من المصادر النباتية اللي هو موجود بالسبانخ، طبعا في نسبة عالية بالسبانخ. صح. بالكيل، أنا جايبة البازاليا، عندنا السبراوتس اللي هو كأن الملفوف الصغير، هذا غني، يعني هذا غني بالحديد. أيه. وبالعديد من العناصر الفوليك أسيد اللي كلها تساعد على أنه يعطينا نسبة حديد جدا عالية. لكن معلومة وايد مهمة نور، أن الأشخاص النباتيين لما يكونون ما يأكلون أبدا لحومات ولا أسماك، لازم مع العناصر اللي تيجي من مصادر نباتية يدخلون معها الفيتامين سي مثل الحمضيات، الورقيات، أيضا السبانخ، الفاكهة، عندك الجوافة مليانة، عندك المانجا فيها فيتامين سي. فأي مصدر نباتي ندخل عليه مصدر فيتامين سي على أساس يزيد امتصاصه. إنزين، الحين وجد عقب ما الواحد يتبرع، طبعا في وايد أشياء ممكن يحس فيها. نعم. دوخة وغيره، ومثل ما قلنا هو فقد نسبة من الدم. نعم. فشنو الأغذية اللي لازم يركز عليها ما بعد التبرع؟ بس قبل لا أوصل للتبرع خلينا نتكلم على موضوع إنه قبل التبرع لازم أول شيء يعني نحط ببالنا لا نروح على معدة فاضية.
يعني المعدة الخالية راح تسبب ان الشخص يحس بدوخة، وممكن انه يصير عنده حالة من الاغماء والتعب. فلازم ان احنا ناكل حتى ان تكون وجباتنا خفيفة اللي ناكلها قبل عملية التبرع، ولازم نور نشرب ماء، يعني تقريبا نزيد كمية الماء كوبين قبل عملية التبرع، لان بالاخر الدم هو سائل، نسبة عالية منه هو سائل، فلازم ان احنا نشرب سوائل ونرطب اجسامنا. ذكرتي ان لازم الواحد يكون ماكل، في معلومه وايد نقراها بالتوصيات ان الواحد المفروض انه يمتنع عن الدهون ما قبل التبرع، هل هذه معلومه صحيحه ولا لا؟ هي بالسابق كانت معلومه صحيحه، لان الاجهزه اللي كانت تستخدم ممكن تعيقها كميه الدهون اللي تدخل بالدم بفحص الامراض المعديه او الامراض الفيروسيه، لكن حاليا بالتكنولوجيا وتقدم هذه الاجهزه صار عادي، بس احنا ننصح دائما مشاهدينا ان يقللون من نسبه أكيد. الدهون خاصه الدهون المتحوله، لان احنا نتكلم عن تغذيه اكثر صحه او صحيه اكثر في كل المراحل. سألتيني على موضوع ان بعد عملية التبرع، بعد عملية التبرع واحنا نشوف دائما بأي مكان للتبرع مثلا بنك الدم، في مكان ان المتبرع يقعد ويرتاح. اهم شيء في هذه الفترة نور ان احنا نشرب كمية كافية من الماء، واذا كان متواجد عندنا اللي هما مشروبات الرياضيين اللي فيها هي الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، اقدر اشرب منها كميه عشان انها تعوض لي نسبه الاملاح اللي فقدتها، وتقلل من عمليه ان اتعرض لهبوط او هبوط بضغط الدم. فهذه شغله وايد مهمه ان يسوونها. يعطيك العافيه وجد، مشكوره على المعلومات المفيده. اتوقع الحين صار عندنا معلومات ان شنو لازم نسوي وشنو ناكل قبل وبعد. وطبعا بس بقول معلومه وايد مهمه نور، ان عندنا عنصرين وايد مهمين للناس اللي تتبرع دائما وهم مهمين لنا كلنا، ان موضوع الفوليك اسيد، ونلقى طبعا الفوليك اسيد انا جايبه هني بالبطاط، نلقاه بالموز، الشمندر فيه نسبه عاليه من الحديد، البروكلي، الحبوب، وايضا عندنا الاشياء اللي فيها حديد، عندنا الفاصوليا بكل انواعها، ومثل ما قلنا الفيتامين بي 6 راح نلقاه وايد بالدياي، نلقاه ايضا موجود بالشوفان. فهذه العناصر الغذائيه للمتبرعين بالدم سواء قبل بعد خلال ايامهم لازم يركزون عليها بشكل كبير. مشكوره وجد وايد على المعلومات المفيده. مشاهدينا تابعونا فقراتنا الجايه من برنامج كلام دكاتره. في يوم سويت تجربة بسيطة وأنصحكم تسوونها، جبت تليفوني وبطلت أشهر ثلاث مواقع التواصل الاجتماعي أستخدمهم، الواتساب والإنستغرام والتويتر، وكتبت بالورقة المعلومات الطبية اللي قاعد تجيني. دكتور أنفال، في ذاك اليوم وصلت لي 35 معلومة طبية، الصدقين من هال 35 28 معلومة منهم يعني خاطئة أو غير دقيقة. دكتور، شنو أكثر معلومة خاطئة مرت عليك أو إشاعة من هال 35 معلومة؟ طبعاً الآن لأن إحنا في زمن جائحة الكورونا، فوايد معلومات خاطئة تصل حول الفيروس نفسه وحول التطعيم وحول نظريات المؤامرة اللي تصير. قبل الكورونا طبعاً كانت كل إشاعات عن تخفيف الوزن وعن أشياء مرات الرجيم وأشياء التبييض، لكن من دشينا جائحة الكورونا قامت أشياء تتبدل، وأنا يعني ملاحظ وايد إنه النظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة
تنتشر بوتيره يعني اسرع واكبر من المعلومات السجيه. صح دكتور، يعني تنتشر بسرعه وايد بالواتساب وبالانستغرام وبالتويتر، يعني اسرع من اي معلومه ثانيه، يعني بسرعه تشوف المعلومه مثلا بالتويتر بعدين بعد دقيقتين تشوفها بتليفون الوالد وصلت له عن طريق الواتساب يعني. صحيح، فيعني هذه رساله للجميع وخاصه فيما يخص المعلومات الطبيه، لا تسوي فورورد حق اي مسج انت مو متاكد منه، ممكن صح. انسان يتلقى هذا المسج ويؤثر على صحته. صح. طبعا من بعد هذه البدايه راح نتكلم عن بعض الاشاعات والخرافات فيما يخص الدم، ونتشرف ان معانا ضيفتنا الدكتوره منى آل رشيد استشاريه الدم والباطنيه ورئيسه وحده امراض الدم بمستشفى العدن. حياك الله دكتوره. حياك الله دكتوره. الله يحييكم ان شاء الله، مشكورين على استضافتي. وايضا ضيفتنا للمره الثانيه والمره الثانيه الدكتوره لولو التوره اختصاصيه امراض الدم. حياك الله دكتوره. الله يحييكم، انا يشرفني اكون معاكم مره ثانيه وبوجود دكتوره منى اكيد بعد. حياكم الله. الله يحييكم. خلينا نبدا مع الدكتوره منى، وخلينا نبدا من هذا الباب، باب الاشاعات. وفي يعني اشاعه منتشره يمكن هي قديمه، يعني صار لها سنه لكن لا زالت تواتر في ناس وايد مصدقين. المعلومه او الاشاعه تقول ان لما تحوشك كورونا خذ لك حبات اسبرين عشان تقي نفسك من التجلطات. طبعا هذه المعلومه غير صحيحه ابدا، في دراسات سووها وطلعت النتائج كانت سلبيه جدا، يعني هذا كانوا ماخذين العلماء بعين الاعتبار انه ممكن ان نستخدم الاسبرين في وقايه الجلطات اللي ممكن تصير بسبب الكورونا، لكن النتائج طلعت عكسيه تماما، انه ما عندها وقايه وبالعكس ممكن تسوي قابليه نزيف. لكن في دراسات ثانيه للحين يعني قاعد يسوونها، لكن اللي طلع حاليا نيجاتيف. دكتوره لولو، انا حابه اسالك بما ان اليوم موضوعنا عن تجلطات، بس ابيك تكلمينا ونشرح حق المشاهدين كيفيه حدوث التجلطات. اوكي، التجلطات هو لما نتكلم عنها من ناحيه امراض الدم نتكلم عن التجلطات الوريديه وليس التجلطات الشريانيه. التجلطات الشريانيه عاده يشوفها دكاتره القلب ودكاتره الاوعيه الدمويه حسب موقع الجلطه، اما الجلطات الوريديه احنا نتعامل معاها، واشهر اماكن تكون في الريل وفي الرئه، وفي اماكن اللي هو unusual sites نسميها، هذه الاماكن هم لها اسباب معينه. اسباب التجلطات نسميها يعني او اسبابها نحصرها بثلاث اشياء اساسيه نسميها مثلث فيركاو او فيركاو ترايد، اللي هي عدم الحركه فيأثر على الدم ما يمشي بسهوله، زياده تخثر الدم بزياده معاملات التجلط، والشيء الثالث اللي هو مشاكل في الاوعيه الدمويه. اشهر مثال يحصر الثلاث اشياء هذه مرضى الجراحة اللي ما بعد العملية ما يقدرون يتحركون، توهم طالعين من العملية معامل التخثر يكون مرتفع، وهم يكون في عندهم مشكلة في الأوعية الدموية. فهذا أشهر مثال، وهذيل المرضى نعطيهم مسيلات التجلط. وكذلك بعد مرضى الكورونا اللي يدخلون في المستشفى ما نعطيهم أسبرين مثل ما تفضلت الدكتورة، نعطيهم معامل التجلط اللي هو سوري أدوية السيولة اللي ضد معاملات التجلط. دكتورة منى، أبي أنقل لك مشهد حقيقي في أحد ديوانيات الكويت، وإن شاء الله أهل الديوانية قاعد يطالعوني. صاحب الديوانية مهتم بصحة رواد ديوانيته، فشفتوا هذا اللي يحطونه السلة اللي يحطون فيها يعني كاكاو وشيء، وحاط فيها أدوية، حاط فيها أسبرين، وقايل حق رواد الديوانية أي أحد فوق الخمسين يتفضل ياخذ له حبة الأسبرين كوقاية من الجلطات، فش رأيك بهالتصرف؟ طبعاً مرة ثانية هذه إشاعات أو مو حقائق علمية، هذا الشيء كنا نسويه من زمان. كان في دراسات ان اللي ياخذون اسبرين فوق ال 50 شرط يكون عندهم ضغط سكر لازم ياخذونه، اللي نسميها برايمري بريفنشن او وقايه مبدئيه، لكن حتى هذا حاليا ما نسويه، بس الناس اللي عندهم يعني عمرهم عالي وعندهم عوامل كثيره للتجلط او عندهم عدم انتظام ضربات القلب وهم اللي ياخذون اسبرين. فئه محدده ليست للجميع. محدده، لا مو للجميع، مو اي واحد فوق ال 50 ياخذ الدواء. صدقون انا ترى طحت على الوالده قبل فتره انها تاخذ، وهي يعني اسم الله عليها ما عندها لا ضغط ولا سكر وعمرها يعني تحت ال 50، يعني طحت عليها تاخذ ابر اسبرين حبوب الاسبرين، يعني تقول لي وقايه حق بعدين عشان ما يصير فيني ضغط والسكر، طبعا خذيتهم وقطيتهم يعني. عشان شيء احنا ودنا بهالبرنامج نسلط الضوء على هذه الممارسات اللي الناس تظن انها صحيه، يمكن هذا الاسبرين يعني بدال لا يقيم من مشكله يطيحها في مشكله نزيف. صح دكتوره؟ هذا بالضبط اللي توني بغيت اقوله، الاسبرين عنده اثار جانبيه عديده، من اهمها انه يزود سيوله الدم، وبعدين يسوي مثل تقرحات او التهابات للمعده، العاملين هذول مع بعض اكيد يزودون قابليه النزيف بالذات من المعده. تمام دكتوره، بس خلاص اتوقع ان هذا الموضوع اللي ينصرف له اسبرين
يعني هو في كوتد المغلف وفي غير المغلف، هل تنصحين ناخذهم وقت الاكل عشان عمليه يعني لا يجرح المعده وكذي؟ طبعا هو دائما ننصح الاسبرين يكون ورا وجبه الغداء، هي اكبر وجبه عندنا عشان يعطي شويه حمايه حق المعده. وبعض الاحيان نضيف حق الاسبرين نضيف دواء وقايه او تغليف المعده. زين دكتوره، ممكن شوي تكلمينا ليش مع زياده العمر تزيد فرص المرضى ان تحصلهم جلطات؟ يعني مثلا المرضى فوق الستين فرصهم في حدوث الجلطات اكبر من المرضى مثلا اصغر في السن. طبعا مثل ما تفضلت الدكتوره الاولى، هذا الفيرك اوت ترياد او مثلث فيرك اوت، هذا موجود بكبار السن لان دائما كبار السن يكون عندهم مشكله بالعضلات، عندهم مشكله بالمفاصل، ما يتحركون، فيكون عندهم اللي هو عدم الحركه. هذا اول شيء. ثاني شيء، بعض عوامل التجلط ممكن يكون فيها اختلاف. من اهم الاسباب اختلاف عوامل التجلط بكبار العمر هو زياده نسبه السرطانات في كبار العمر، فبالتالي هذا يجلط، هذا اللي عرضهم حق التجلطات اكثر. بعدين في بعض الاسباب البسيطه كلش، مثلا كبار العمر هم الاغلبيه منهم عندهم ضغط سكر، ممكن بعض مشاكل القلب، ممكن المشاكل بالكلى، فهذه تعتبر عوامل بسيطه لسبب التجلطات بالذات اذا حطيناهم مع بعض. اذا قلنا ان التجلطات ممكن تحدث بالدماغ وبالقلب وبالرئه، في تجلطات تحدث في الرجل. دكتوره شنو نصايحك حق ان شاء الله يبطلوا السفر وسفره طويله حق نيويورك شي وامريكا؟ يعني شنو نصايحك حق اللي يقعدون فتره طويله على الكرسي، سواء كان كرسي الطائره او كرسي السياره؟ طبعا مثل ما تفضلت، هو القعده في الطيران او فتره طويله اكثر من 4 ساعات هي من احد اسباب التجلطات، واللي نسميها بروفوكت، يعني الجلطه اللي لها سبب، سببها واضح. فهذه الاشخاص اذا ما كان عندهم جلطات من قبل ننصحهم شرب السوائل اثناء الرحله، تحريك الريل اذا حتى يتحركون في ممر الطياره. اما في الناس اللي من قبل صارت لهم جلطات بسبب بعد عملية، أثناء الحمل أو أثناء رحلة سابقة، هذين المرضى ننصحهم أن يأخذون أدوية السيولة خلال الرحلة، جرعة وقائية من دواء السيولة وإن شاء الله تقيهم من الجلطات. زين دكتورة، في بعض يعني أنا سمعتها الصراحة شخصيا، يوم كنت حامل سافرت عن طريق البر يعني، فانصحوني ألبس الستوكينج اللي هو نفس الجوارب الضاغطة، فهل هذه لها فائدة يعني مثبتة أفضل مثلا من الحركة اللي مثلا يعني ما لها خلق التحرك بالطيارة أو تبي تنام تلبس الجوارب الضغطة، ولا مثلا ما لها أي فايدة؟ احنا عادة نستخدم هذا النوع من الجوارب أو حتى بعض الأجهزة للمرضى اللي داخل المستشفى اللي ما يقدرون يأخذون أدوية سيولة. إذا الحامل ما كان عندها جلطات من قبل أكيد تقدر تستخدم هذا الشيء، بس للأمانة مو مبني على دراسات علمية عادة، يعني اجتهاد شخصي. يعني حتى الناس الطبيعيين ما رح يفيدهم إذا لبست مثلا. احنا عادة نستخدمه ممكن لحماية، بس الحماية مالته محدودة. يعني احنا نفضل أن الحامل تتحرك تشرب سوائل، وإذا ما تقدر تتحرك ممكن تلبس هذه الجوارب. فدكتورة لورو يقول لكم اللي الله يكتب له سفرة يا رب يكتب لنا، لا ينزرع بالكرسي. ما ليش بعض الناس عبالهم انه بالطيارة زمان، يقول بالعكس كل فترة لازم تقوم تحرك الدورة الدموية. دكتورة منى، خلينا ننتقل إلى باب آخر من باب أمراض الدم، ولا هو فقر الدم الأنيميا. أنا كطبيب عائلة أشوفها منتشر وايد، وخاصة في يعني نساء وبنات الكويت. شنو أشهر أسباب انتشار مشكلة فقر الدم؟ طبعا احنا قبل فترة طويلة كانت أهم الأسباب هي النزيف اللي يصير مع الدورة الشهرية، وطبعا بالبنات اللي شوي أكبر هو الحمال أكيد، لأن الطفل يمتص جزء كبير من تغذية أمه، فيصير عند الأم فقر دم. أكثر شيء نقص حديد، ممكن أحيانا B12. الأسباب الثانية هي سوء التغذية. أغلبية البنات احنا عندنا تغذيتهم حتى لو ياكلون اكل مو صحي، الجنك فود هذا اللي احنا ناكله ما في اي مواد مفيده حق الجسم. الحين الشيء الجديد اللي صاير خلينا نقول بال10 سنوات اللي فاتت، هي الموضه الجديده، عمليات تكميم واللي هو تحويل المسار، عمليات السمنه، هذه تسوي فقر دم شديد جدا. يعني مو بس الاشياء اللي احنا بنتعرف عليها تنزل مثل الحديد والB12، لكن حتى اشياء ما كنا نسمع عنها الا بالناس اللي عندهم مثلا بالمجاعات، مثلا نقص النحاس، نقص الزنك. صح. هذه اشياء جديده تونا احنا قاعد نسمع عنها وموجوده بكثره بالكويت سبت هذه العمليات. دكتورة لولو، أنا حابة أسألك الحين، أبيك تقدمين نصائح للمشاهدين شلون الإنسان يقي نفسه من التجلطات، يعني مو الإنسان المريض، الإنسان العادي اللي قاعد في البيت اللي ما يشتكي من أي مرض. طبعا مرة ثانية هم نفصل التجلطات الوريدية ولا التجلطات الشريانية. التجلطات الوريدية نمنعها عن طريق الحركة وشرب السوائل بكمية كافية، هذا وخصوصا إذا الإنسان مثل
مثلا ظل فتره طويله على السرير يمتنع من هذه الشغله، بعد العمليات المفروض يسال دكتوره اذا هو يحتاج ادويه سيوله او لا، المراه الحامل كذلك هل المفروض تسال دكتورتها اذا هي تحتاج هالنوع من الادويه، اما الجلطات اللي هو شريانيه يمتنع عنها عن طريق الرياضه، عن طريق اكل الاكل الصحي، الفحص الدوري للسكر والكوليسترول والضغط، بحيث ان اذا المريض يحتاج اي ادويه حق هذه الامور يعالجها قبل ما لا سمح الله تصير مشاكل التجلطات. والحين وصلنا الى ختام حلقتنا، طبعا حابه اشكرك دكتوره منى، ما قصرتي على المعلومات القيمه، ودكتوره لولو شكرا لك للمره الثانيه على وجودك معنا في برنامجنا. نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج كلام دكاتره.